رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله فتاة قلبها سكان يضم الزوج في حله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك، وبعد. فمرحبا بكم أيها الإخوة وأيتها الأخوات في الحلقة العاشرة من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية. كنا في الحلقة الماضية نتحدث عن أول خطوة عملية فيما يتعلق بالزواج، وهو الخطبة. وقلنا بأن الخطبة هي وعد بالزواج، إظهار الرغبة بالزواج من فتاة معينة، وبالتالي الخطبة ليست زواجاً، وقراءة الفاتحة ليست زواجاً، والوعد بالزواج ليس زواجاً، وتقديم الهدايا ليس زواجاً، وتلبيس الخواتم ليس زواجاً، وقبض المهر ليس زواجاً. كل هذه الأمور هي خطبة، هي وعد بالزواج، ولا يزال الخاطب بعيداً عن المخطوبة أو رجلاً غريباً عن المخطوبة. إذا تبادلا ألفاظ العقد، إذا قال له زوجني ابنتك فقال زوجتك، هنا بعد هذه الكلمة حصل العقد فصارا زوجين. قبل هذه الكلمة ما زالا رجل وامرأة غريبين عن بعضهما البعض. تحدثنا في الحلقة الماضية أيضا من تحل لك أن تخطبها من النساء، وتكلمنا في الحلقة الماضية عن الأمور التي تحل للخاطب والأمور التي لا تحل في الخطبة، ووقفنا عند موضوع مهم، فسخ الخطبة. هل تفسخ الخطبة؟ نعم، إذا رأى الخاطب في مخطوبته أشياء لا تسره، لا يريدها، تعرف عن أشياء لا تناسبه في زوجة المستقبل، له أن يعتذر وينسحب بأدب من هذه الأسرة. وكذلك الفتاة لها أيضا أن تفسخ الخطبة بالتشاور مع أبيها ومع أمها إذا رأت أمرا يمنعها من استمرار الزواج. كيف يكون فسخ الخطبة؟ باختصار، إذا قال لهم نعتذر، نحن لن نتابع هذا الأمر، انتهت. غير مطلوب منه أن يسجل شيئا في المحاكم، غير مطلوب منه أن يعلن أو أن يشهر أو أن يخبر أحدا، غير مطلوب منها أن تبذل شيئا لهذا الأمر، ما دام هو وعد والآن انسحب من هذا الوعد. وبناء عليه شدد الإسلام في علاقة الخاطب بالمخطوبة، وقال ليس للخاطب مع المخطوبة إلا كما مع الرجل الغريب مع المرأة الغريبة، غير أنه ينظر إليها ليشاهد هل هي تناسبه، يتحدث معها في أمور جدية ليشاهد هل هي تناسبه، ويتحدث وينظر وفقط، هذا ما يتعلق بهذا الخاطب. الآن ماذا عن هدايا الخطبة؟ طيب، لو أن شاب خلال فترة خطوبة شهر أو شهرين، سنة أو سنتين، أكثر أو أقل، كان يقدم هدايا لهذه المخطوبة، قدم لها مصاغا ذهبيا، قدم لها لباسا، كان يحمل بيده طعاما إلى دار أهلها أو شيئا من الحلويات، أو قدمت له أشياء، ما حكم هدايا الخطبة؟ ومرة جديدة يا أيها الإخوة، الخطبة لم يقل الرجل لزوجته أو لوالد زوجته زوجني ابنتك. بعض العادات أو بعض الأعراف في بلاد عربية، ما دام الرجل لم يتزوج، لم يصير
ليلة العرس لو قال زوجني وزوجتك يقول هذا خاطب، هو في الشرع هذا عاقد، الخاطب هو الذي قبل مرحلة زوجني زوجتك. ما حكم الهدايا الآن؟ حتى الهدايا عند الإمام الشافعي تسترد، يعني الخاطب له أن يقول لأسرة المخطوبة إذا اعتذر عن استمرار الخطبة، يقول إذا سمحتم أعطوني الهدايا، فيعطونه المصاغ الذهبي ويعطونه اللباس ويعطونه الكتب التي أهداها. وحتى له عند الإمام الشافعي أن يقول والله أنا دفعت فواتير في بعض المطاعم، جئتكم بطعام، والله تحاسبوني بهذه الفواتير، يخرج الفواتير ويأخذ ثمنها. عند الإمام أبي حنيفة يقول أبو حنيفة لا، ما استهلك من الهدايا خلاص ذهب، الأثواب التي استهلكت، الطعام الذي أكل انتهى، لكن ما بقي يرد. عند الإمام أحمد بن حنبل يفرق، يقول إذا كان سبب فسخ الخطبة من قبل الرجل فإنه لا يسترد شيئا، هو أهداها وهو انسحب. إذا كان سبب فسخ الخطبة من قبل المرأة فعليها أن ترد له ما قدمه إليها من الهدايا. حدثت مرة يا أيها الإخوة أن شابا خطب من عائلة، كان هذا الشاب ثريا وأمه ثرية، العائلة أعجبت بماله الكثير، بماله الوفير، فطمعت به وقررت فعلا أن تزوجه. خطب هذه الفتاة، أذنت له أمها بالذهاب معه إلى المطاعم وإلى النوادي وإلى المقاصف. هذا الشاب لم يكن من الذين يتقون الله تعالى ولا من الذين ينضبطون بالشريعة، كان يذهب مع مخطوبته دون أن يتبادلا لفظ العقد، لم يصير عاقد، هو فقط خاطب، يذهب معها ويأتي معها ويأتيها بالهدايا الثمينة، وأسرة المخطوبة تفرح جدا بهذه الهدايا. لكن حصل أن أمه طلبت من أمها شيئا فما استجابت الأم، قالت أم الشاب إذن ابني سيفسخ الخطبة. قالت أم الفتاة افسخوها لا بأس. قالوا لي والله لقد جاءت الأم، أم الخاطب، إلى دار أمي المخطوبة ومعها حقيبة، فتحت الحقيبة وأخرجت فواتير طويلة عريضة وقالت قدم لها ابني في يوم كذا بتاريخ كذا المصاغ الفلاني، الثياب الفلاني، ثم قدمت لها فواتير المطاعم، قالت دخلوا إلى المطعم كذا وكذا وكذا، إما أن تستجيبوا لنا وإما نحن نريد ثمن هذه الهدايا. الشيء المراد، الشرع لا يريدك أن تغرق مع هذه الفتاة في أشياء تكون عاقبتها إذا حصل بينكما عدم توافق سوءا بالنسبة لك وبالنسبة لها. هدايا الخطبة ترد بهذا الشكل الذي سبق. الآن هناك نقطة مهمة تحدث أو يحدث خلافها في عدد من الأسر الصالحة والمسلمة، حتى الصالحة منها، أن الناس يعلنون الخطوبة، يعني يقولون فلان خطب فلانة، وربما صنعوا حفل خطوبة، جمعوا مجموعة نساء من عائلة المرأة ومجموعة نساء من عائلة الرجل وقاموا بحفل حفلة خطوبة، وجاء الشاب ودخل قاعة الأفراح ليراه النساء كما رآه الرجال، وربما يقيمون حفلة للرجال. هذه الحفلات مخالفة للشرع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخفوا الخطبة وأعلنوا النكاح. الخطبة الواجب الشرعي فيها أن تخفى، لكن النكاح، العقد، الزواج، عندما نتبادل ألفاظ العقد عندها سنعلن ونخبر أهل الأرض قاطبة إن استطعنا. أما قبل العقد فالسنة الإخفاء. لماذا؟ لمصلحة الفتاة ولمصلحة الشاب. أما مصلحة الفتاة فتخيلوا أيها الإخوة أن شابا خطب فتاة مثلا لمدة جمعة أو جمعتين، شهر أو شهرين، ثم انسحب، وكانت عائلتها قد خبرت بأن فلانا خطبها. انسحب الخاطب الأول، بعد ستة أشهر خطبها شاب آخر، أيضا أقمنا حفلة خطوبة ودعونا الجيران، بعد ثلاث أشهر انسحب هذا الخاطب، أيضا بعد ستة أشهر خطبها خاطب ثالث، انسحب. الآن سيشيع الخبر بين الناس، يا
يقولون فلانة خطبت 3 مرات ثم انسحب الخاطبون، لابد أن فيها عيبان معينان منع الخاطبين من الاستمرار معه. فمصلحة الفتاة تقضي أن لا تعلن الخطبة، أن تبقى في السر، إذا وصلنا إلى يوم العقد سنخبر الناس. وأيضا مصلحة الشاب، أحيانا شاب يخطب فتاة ويسر يخبر أصحابه وأهله، وإذا بصديق من أصدقائه لا يحب له خيرا، يحدث أن يأخذ رقم العائلة التي خطب منها هذا الشاب ويتصل بهم في غيبة من صاحبه، يقول أنتم تريدون أن تزوجوا ابنتكم لفلان، هذا فلان كذا وكذا وكذا وكذا، ويخلط صدقا بكذب انتقاما من صاحبه من شيء ما. لذلك السنة إخفاء الخطبة لمصلحتك أنت أيها الشاب. وربما تكون الفتاة ممتازة جدا فيذهب هذا الرجل ويخطبها من ورائك، فالسنة أن تخفى الخطبة وأن لا تعلن وأن لا نجري حفلات خطوبة ولا تصويرات في الخطوبة، هذه السنة، لكن نجري هذا الأمر بعد العقد. إذا عقدنا العقد أجرينا حفلا، إذا كانت ليلة العرس أجرينا حفلا، أما في الخطبة فيبقى. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. مرحبا بكم مرة ثانية بعد الفاصل في الحلقة 10 من الدورة التأهيلية للحياة الزوجية، وعنوان الحلقة الخطبة في قسمها الثاني. كنا نتحدث قبل الفاصل، من استشير في خاطب فإن النصيحة يجب عليه أن ينصح فيه. طيب إذا كان هذا الخاطب سيئا وقال الرجل إنه سيء، ألا يعتبر هذا الأمر من الغيبة المحرمة؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ ذكرك أخاك فيما يكره، هذا من الغيبة المحرمة. إذا قلت فلان لا يصلح للزواج، أليست ذكر له بما يكره؟ أليست غيبة؟ هل هي محرمة؟ العلماء قالوا الغيبة محرمة، لكنها تجوز في 6 مواطن. واحد من هذه المواطن من استشير في خاطب. الذي يستشار في خاطب، طبعا سواء كان هذا الخاطب رجل أو كانت مخطوبة، ينبغي عليه أن يتكلم الصدق، يقول والله فلانة إنسانة لا تصلح للزواج بسبب كيت وكيت وكيت. الآن ما تذكره أنت ينبغي أن تراقب الله تعالى فيه، لا يجوز لك أن تزيد ولا يجوز لك أن تنقص، بحيث لو أنك سئلت عن خاطب أو عن مخطوبة وكنت تعلم أنه وسط، فقلت هذا ممتاز، هذا أفضل رجل رأيته، هذا رجل لا تجدون مثله لا في الدنيا ولا في الآخرة، ستحاسب على هذه الكلمة. وإذا كنت تعلم أن هذه المرأة أيضا وسط، لا يجوز لك أن تجعلها أفضل نساء العالم، بالمقابل لا يجوز لك أن تنقصها حقها. أنت إذا استشرت في خاطب أو في مخطوبة يجب عليك أن تنصح بما تعلمه حقا، إذا كنت لا تعلم قل أنا أعتذر لا أعلم، إذا كنت لست خبيرا بهذا الرجل قل أنا لست خبير، أنا عاملته بصلاة وبصوم لكن ما عملته بشيء آخر. أحيانا بعض الناس يستشار فيقول نعم والله هذا إنسان جيد، أنا أراه في المسجد، هذا شيء جيد في المسجد لكن لا يكفي، لا يكفي أن تراه في المسجد لكن نريدك أن تراه في السوق التجاري، أن تراه في بيته، وكم من رجل في المسجد ممتاز لكنه في بيته سيء جدا، وكم من فتاة في مسجدها ممتازة لكنها في بيتها سيئة جدا. سيدنا عمر مرة سأل عن إنسان، قال من منكم يعرفه؟ يريد أن يسأل عنه وأن يخبر هذا الرجل، فقام الرجل قال يا أمير المؤمنين هذا إنسان جيد ممتاز حسن ما في منه. قال له عمر هل أنت جاره المجاور الملاصق حتى تسمع وتعرف أخبار بيته؟ قال لا يا أمير المؤمنين. قال هل سافرت معه؟ لأن السفر يسفر عن أخلاق الرجال. قال لا يا أمير المؤمنين. قال هل عاملته بالدرهم والدينار بالبيع والشراء؟ كثير من الناس يسقطون عند امتحان المال. قال لا يا أمير المؤمنين. قال إذن أنت لا تعرفه، اجلس، لعلك رأيته يصلي في المسجد ركعة أو ركعتين فقلت هذا إنسان جيد.
إذن أنت يجب أن تنصح، والمسلمون لبعضهم نصحة، والمنافقون لبعضهم غششة، ولو كان الخاطب أخاك، ولو كان الخاطب قريبا جدا منك، ولو كانت المخطوبة من أقرب الناس إليك، الله عز وجل سيرسل له ويرسل لها من يناسبها، لكن نحن يجب أن ننصح بعضنا البعض، لأن المسلمين لبعضهم نصحة والمنافقون لبعضهم غششة. الآن أيها الإخوة، هناك قضية. عندما يسأل أحدنا عن خاطب، أو يسأل أحدنا، أب قرع بابه، جاء خاطب سأل عن اسمه وعن عنوان داره وعمله، يذهب ليسأل عن هذا الخاطب. بعض الناس يقولون: يا أخي منيح فلان، منيح من بيته لشغله ومن شغله لبيته. تشيع هذه الكلمة أنه كويس، ما له مشاكل. أنا أعتقد إذا قيل لك فلان من بيته لشغله ومن شغله لبيته، هذا لا يصلح زوجا لابنتك. أين مسجده؟ أين المكان الذي يتربى فيه؟ من أصحابه؟ لابد أن تعرف. البيت والعمل وفقط؟ فقط خلقنا لنأكل وننام ونشرب ونكون في أعمالنا، سائر المخلوقات تفعل. من رباه؟ من زكاه؟ ما المعمل الذي صنع به؟ ما التنشئة؟ البيت الذي نشأ به؟ من أصحابه الذين يماشيهم، يجاريهم، يكلمهم؟ اسأل عن أصحابه يا أخي، اسأل جيرانه عنه، عن تعاملاته، اسأل عن بيته. أما أن يقال لك من بيته إلى عمله، أو من عمله إلى بيته لترضى، فهذا أمر أعتقد أنه غير صواب، ولعلكم تعتقدون معي. هناك نقطة قبل الأخيرة فيما يتعلق بموضوع الخطبة: ما حكم إخفاء العيوب التي يرد بها الخاطب أو ترد بها المخطوبة؟ حدث مرة أن فتاة تصاب بالصرع، وهذا مرض نسأل الله عز وجل لها العافية، ولجميع مرضى المسلمين، ولنا ولأبنائنا وأهلنا. وهذا مرض، لكن هذا المرض تصاب به الفتاة أو الشاب، لو أصيب إنسان به أحيانا تأتيه نوبات صرع يفقد فيها وعيه، ويصاب بتشنجات واختلاجات، ومثل هذا المرض ترد به المخطوبة أو يرد به الخاطب. شاب جاء إلى هذه الأسرة ليخطب منها، الفتاة تصاب بالصرع، الواجب على أهلها أن يقولوا للخاطب: يا ابني، ابنتنا هذه نريد أن ننبهك، هي مصابة بمرض الصرع، والحمد لله هي تأخذ دواء ومراقب هذا الدواء، لكن هي عندها هذا المرض. الآن أهل هذه الفتاة لم يخبروه، الشاب في جلساته أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، وأمه عندما جاءت أول مرة وثاني مرة، لم تصب الفتاة بشيء. فالآن خطبها ثم عقد عليها، عقد العقد، يعني قال: زوجني ابنتك، قال: زوجتك، صارت زوجة. قال لي هذا الشاب بعد شهرين من جلوسهما مع بعضهما البعض، وفي يوم من الأيام بينما كان هو جالس معها جاءتها هذه الأزمة وأصيبت بنوبة الصرع. قال: خفت خوفا شديدا، وأنا لا أعلم بأنها مع هذا المرض، وخفت أنها تموت بين يدي، وصرخت لأهلها ولملموا الموضوع، ثم قالوا لي: والله هذه زوجتك. قال: يا أستاذ، أنا ليس يعني تضييقا عليها، بس أنا لا أرغب في زوجتي هذا الأمر، ما الحكم الشرعي؟ قلت: الحكم الشرعي أنه يفرق بينكما، وأنك تسترد ما قدمت من مقدم ومؤخر، لا يجوز إخفاء العيوب التي يرد بها الخاطب. ما في مشكلة، أحد الشيوخ وهو شاب كريم وشهم ونبيل وخلوق، أصيب في صباه بحادث سيارة، كسرت أسنانه كلها أو معظمها، الآن وهو في عمر 25 وضع بدلة أسنان، طقم أسنان بسبب هذا الحادث الذي جرى معه، لم يحدث تشوه في وجهه. الآن عندما صار وقت الزواج، مثل هذا الأمر لعل الزوجة لا ترضاه، تنفر منه يعني، فلذلك يجب على الخاطب أن يقول لها.
قال لي هو هذا الشاب الفاضل النبيل الكريم والشهم، قال عندما خطب من أسرة وتتميز صفاته له صفات عالية جدا وتتمناه أسر كثيرة زوجا لابنتهم، عندما خطب من عائلة وافقوا، لكن في الجلسة قبل الموافقة قال لأهلها وقال للبنت، قال بس أنا أحب أن أقول لك شيئا، أنا أصبت بحادث في صغري وهذه الأسنان ليست طبيعية، هذه بدلة أسنان، طقم أسنان. قال خير إن شاء الله. والله بعد أيام اتصلوا بهم وقالوا أرجوكم لا تؤاخذونا، والله ابنكم جيد بس ابنتنا يعني ما وجدت أن نفسها تقبل هذا الأمر، فترك. هكذا الإسلام يا أيها الإخوة، لا يوجد فيه غش ولا خديعة، والزواج ليس عملية غش ولا تغرير ولا إساءة لا للفتاة ولا للبنت. ما أجمل هذا الكرم الأخلاق، هو قال أنا كذا، فقالوا نعتذر، انسحب. الآن خطب فتاة ثانية وبالفعل قبل الموافقة أيضا أعاد، قال أنا عندي هذه المشكلة. قالت الفتاة وما عليه، هذا أمر يصيب جميع الناس، هذا أمر له علاقة بالحالة النفسية، بعض الناس نفسيتهم تقبل بعضهم لا تقبل، وعاش عيشة الحمد لله لا بأس بها مع زوجته. الآن لا يجوز إخفاء العيوب التي يرد بها الخاطب. هناك عيوب، يعني مثلا لو أن إنسان معه التهاب جيوب، هذا التهاب جيوب ليس عيبا يرد به الخاطب. لو كان إنسان والله معه وجع رأس، هذا ليس يرد به الخاطب. لو كانت فتاة والله معها حساسية، لا يرد بها المخطوبة. لكن لو كان عيبا كبيرا، لو كان هذا العيب ينفر منه بالعادة، فتاة عندها مرض جلدي مخفي تحت ثيابها، لابد أن يقولوا ابنتنا عندها مرض جلدي مؤثر في يعني جسدها. إذا قال لا بأس فلا بأس، إذا قال ولعله من شهامته وكرمه أن يقول وما عليه. وبالفعل هذا أمر يصاب به جميع الخلائق قبل الزواج أو بعد الزواج. آخر نقطة في الخطبة هي أمر طرحناه قبل الآن، لماذا لا نخطب لفتياتنا كما نخطب لأبنائنا؟ لا بأس أيها الإخوة أن تشيع بيننا ثقافة أن نخطب لابننا الشاب فتاة تناسبه، وكذلك أن نخطب لابنتنا الفتاة زوجا يناسبها، إذا كان هذا الشاب كريما وكان هذا الشاب نبيلا وكان هذا الشاب من أهل التقى والصلاح. أيها الإخوة أيتها الأخوات، هذا حديث مر معنا في حلقتين حول الخطبة، وهي أول خطوة عملية فيما يتعلق بموضوع الزواج. في الحلقة القادمة نتحدث إن شاء الله تعالى عن العقد وما يتعلق به. نلقاكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل، فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل، يزين قدها دين كساها حلة الفضل، وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول، فتاة قلبها سكن يضم الزوج في حله، فتاة قلبها سكن يضم